وانطلقت اليوم الثلاثاء مراسم افتتاح مركز الوسائل المدمجة لشبكة التلفزيون الصيني الدولية CGTN في بكين. في الوقت نفسه بدأت مزامنة برامج المستخدمين على الشبكة، مما يعني بدأ CGTN رحلتها الجديدة للتكامل والتنمية نحو العالمية. يعد مركز الوسائل المدمجة لشبكة تلفزيون صين دولية CGTN منصة رئيسية يتم إنشاؤها على أساس مبدأ النشر المدمج. يقوم مقره في بكين وله فرعان في أمريكا الشمالية وإفريقية، ويقوم ببث الأخبار باللغات الإنجليزية وإسبانية وفرنسية وعربية وروسية إلى كل أنحاء العالم، كما يقدم برامج الإخبارية المتعددة الأشكال وقنوات والتي يمكن تلقيها عن طريق التلفزيون وشبكات الهاتف المحمول وبرامج المستخدم ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو الإخبارية. يشكل إطلاق مركز الوسائل المدمجة بداية الصين لدمج مختلف أنواع وسائل الإعلام وبثها على ساحة دولية، فهو يجمع حقا بين مزايا وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية معا. يلتزم مركز الوسائل المدمجة بمبدأ اكتساب الأخبار بوسائل متعددة وتبادل من خلال المنصة ذاتها وتوزيع القنوات والأطراف المتعددة لتحقيق تقاسم الموارد إلى أقصى حد، ولشبكة تلفزيون صين دولية وجود قوي على شبكة الإنترنت مع أكثر من 65 مليون من المتابعين الناشطين، وإن 97% منهم في الخارج. والآن يبلغ عدد متابعيها على موقع فيسبوك أكثر من عدد المتابعين لوسائل الإعلام الغربية مثل BBC أو CNN. وبصفتها قناة تبث باللغة العربية، تهدف CGTN العربية إلى إيصال صوت الصين وكل ما يتعلق بها وتعزيز تأثيرها نحو الناتجين باللغة العربية من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات والقنوات المتعددة. وهي أول مؤسسة إعلامية صينية رسمية تطلق موقعا تفاعليا للفيديوهات على فيسبوك ويوتيوب وتويتر لتبث أحدث وأشمل المعلومات في الصين وأروع المناظر الطبيعية والتقاليد المحلية. وقد بلغ عدد المتابعين للصفحة 5 ملايين شخص في المواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من 10 ملايين من المشاهد الفيديو أسبوعيا. بالنسبة لقناة العربية، فإن إنشاء مركز الوسائل المدمج سيعزز قدرة القناة على دمج الأخبار إلى حد كبير وتحقيق المرونة في أسلوب الإعلام وتوسيع دائرة المتلقين للأخبار، وسيقدم مساعدة فعالة لشبكة تلفزيون صين دولي لتكون من وسائل الإعلام الجديد على مستوى عالمي وبناء جسر جديد للدعاية الخارجية للصين وتقديم فرصة للعالم لفهم الصين حق الفهم. نيزهوي CGTN العربية، بيجين.